مين تهدى؟ استهدي مين تهدى؟ هيطول والله هيطول. انا مش هبدا الغازي، انا مش هقول لكم بقى ازيكم يا جماعه عاملين ايه، يا رب تكونوا الحمد لله. انا مش هقول الكلام ده عشان النهارده بعمل مصيبه، انا بعمل مصيبه. شايفين جماعه شعري؟ انا كنت مبوظاه من تحت، قصيته وخايفه حد يسمع. دلوقتي قلت له ان انا نازله الرنة، انا رايحه اقص شعري، انا رايحه اقص شعري، ومحدش في البيت يعرف حاجه، محدش يعرف حاجه اصلا، ولا من صحابي ولا من اهلي. هو انا هنزل اقص شعري خلاص، انا قررت. دلوقتي رنا اتصلت بيا قالت لي ان هي وصلت، انا هاخد الشنطه، المفروض عندي درس هخلص واروح على الدرس بتاعي. نقص شعرنا، حاسه ان قلبي هيقف. هنقص شعرنا وهنشوف رده فعل ماما وبابا وتوقع واصحابي، ربنا يستر. يلا بينا. جماعه انا خايفه قوي، انا خايفه قوي قوي.
رحت الدرس قالوا لي ان في امتحان شامل وانا ما حضرتش الحصه فقالوا لي روحي وتعالي الجمعة الجاية. فانا دلوقتي طالعه على البيت ربنا يستر. يا جماعه انا وصلت يا ربي يا ربي يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي. لا لا عجز مش هنخش على طول. انتي لماية صح؟ لماية ضربتيني. يا ماما ما تضربيش بس. طب وريني. طب طب لفي بس. وحش وحش ايه وقلة ايه وزفت ايه على دماغي؟ اديني فرصة اخش. ايه اللي خلاكي عملتي كده؟ يا ماما انتي بتعملي كده من ورايا؟ يا ماما انتي قلتي لمين؟ يا ماما اهدي بس استني استهدي بالله. ليه تهدى؟ هيت والله هيت. ليه كده؟ هيت والله. طب هي قصته عشان شعرها متنيل بيقع وبايظ. انت تقصي ليه؟ يما هيت والله تهدي بالله بس كده هتعليها منك تمام. يما قصرتي ليه يا ماما؟ ما قصرش والله نفسي طول شعري بقى. ده باظ. باظ ليه؟ دي باظ شعرها. بقت شبه باربي. استني اديكي حاجة خد الصابون هنا. باربي قوي. تهزري. هتوريني شعرها لا. انتي باردة. انتي المفروض اللي انتي فيه ده. لا 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 انت بتقولي انت بتعقلي ليه؟ ما انا عشان كده. انا مفيش درس؟ لا في رحت قالوا لي لا امشي. رحت قالوا لي امشي عندهم امتحان شامل. ايه؟ رحت قالوا لي امشي. لبسك ماما ليه احنا في البيت؟ لبسك ماما ليه؟ هو عامله ايه في وشك كمان؟ لابسه الكمامه. شبه باربي؟
تمني انت تهزري يا تمني. بص اللي انا فيه. انا اللي انا فيه انا عايز افطر. وانا كمان. ولا حاجة الفولة يا عم كده. جماعة زمان زمان بتاع ده بابا كان استحالة حد يقص حتة من شعره استحالة. ما عرفش دلوقتي بقى عادي ازاي. انت مكانها انا اقول بقى. انت شعرها بيقع يا هاني. شعرها ما فيهوش حاجة يا هاني. انا شعري بيقع. شعرها ما فيهوش حاجة. دي طوعة هاني شعرها كان بيقع. تماني انت بتستهبلي. انت بتستعبطي بجد. حرام عليك. بص حرقة الدم. ده انا انا امبارح حتى عيط عند رنا وهي بتقص شعري. اللي شعره مش عايزين مش غالي عليه ده ما بيبقاش في حد غالي عليه. انت يا بنتي انت مفيش امانه بنتي. دخلت رنا كان سلامه. يلا بقى وقعدت على الكرسي. يلا بقى وقعدت على الكرسي. بصيتي كده انت متاكده؟ قلت لها يلا. ازاي بجد عملتيها عادي كده؟ ونازله بقول لها شعرك مبلول. انت نازله بشعرك مبلول؟ وهي قالت لي قولي اه هفوت على رنا تنشفهولي. قالت لي طب ما تخشي تنشفيه بالاستشوار. قالت لي لا رنا هتنشفه بسرعه. بص وهي نازله حاطه في دماغها ايه؟ مخوره. بصي يا هاني انا بقول ايه وانت بتقول ايه؟ انا عايزاكم خلاص. خلاص يا ماما انت حرقه دمك ليه يا ماما؟ سيبيها سيبيها بجد حرقه دمك ليه. ما عندهاش دم اصلا. ما عندهاش دم اساسا. سيبيها بقى. بصي برود وانتي حرقه دمك. قومي اضربيها. انا منك اه جوا من شعرها اللي مش عاجبك. عارفه بقى لو منك احجبها عشان ما تفرحش بيه. يلا يا نهى. يلا يا نهى. مفيش عيش. العيش في المكوجه. حاسه بنوع من انواع الحريه صح كده؟ مش حرانه. مش حاجه بتلزق عليا كده. لا هيخش في بقك. كان بيحرك من تحت من اخره؟ اه. شفتي قلت دي بيبقى في طراوه بصراحه في القفا كده. ما انت الاول قلت دي كده طراوه. شويه حرقت دمي ووجع القلب. انا مش عارفه جالك قلب ازاي يهون عليكي شعرك تقصي نصه. هتقع كله. ده تلات ربع. ده ربع شعري. اصل تلات ارباع. انت رخمه قوي. انت بجد رخمه. انا اول قلت كلمتها اللي هتسكتها. ده موتها عشان بس شعرها. كل واحد طلب الشعر. انت كنت عارف. ها؟ انت كنت عارف. اه اصل انا مش شايفه رد فعل. اصل استحاله تعمل كده من غير ما يبقى حد عارف من غير ما تستاذن حد يعني. هي عايزه شعرها. وانا عايزه اعمل حلقه بشعر. بابا انت ما كنتش بتوافق زمان. كان عندي خلطه. كان عندي خلطه اقول لكم. انا قادره اصدق انك وافقتها. هان عليك شعرها كده؟ هان عليك شفت شعرها كان واصل فين؟ هو حلو بس حرام. يعني ولا هنخش بيه سبعة؟ خش بيه سبعة؟ خش بيه سبعة؟ أنا مش راضية من اللي عملته كمان ده. أيوة ولا أنا راضية. معيش راضية. ولا أنا راضية. رنا قالت لي اغسلي في البيت. بيت؟ اه. زمان ماما كانت بتغسل لنا شعرنا بالبيت فعلا. البيت غالي، والله ما أغسل لكم شعركم بالبيت. يعني إيه البيت غالي؟ يعني خسارة في شعرنا؟ ماليش دعوة. كات.